السلام عليكم ولادي وحبايبي طلبة الصف الرابع الابتدائي، أهلا بكم من جديد في قناة هنذاكر ونفهم. فيديو جديد وشرح جديد النهاردة لآخر جزء في درس التكيف والبقاء اللي كنا اتكلمنا عنه في الحلقات اللي فاتت. بس النهاردة قبل ما نبتدي ياريت ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتعمل لايك للفيديو وشير. تعالوا بينا نبدأ. المرات اللي فاتت كنا اتكلمنا عن المحور الأول في مادة العلوم، وكنا اتكلمنا عن إنه هو بيتكلم عن الأنظمة الحية، وكنا قلنا أول درس فيه كان التكيف والبقاء، كنا شرحنا فيه 4 حلقات قبل كده، وكنا عملنا حلقة كمان الحلقة 5 كانت عبارة عن أسئلة ومراجعة. النهاردة هنكمل آخر جزء في درس التكيف والبقاء، الحتة الصغيرة بقينا يعني مش هتاخد معنا 5 دقايق، إن شاء الله هنخلصها بسرعة. المرات اللي فاتت كنا اتكلمنا عن بعض النباتات وبعض الحيوانات ازاي ان هي بتقدر تتكيف مع البيئة بتاعتها، وقلنا ان احنا عندنا نوعين من التكيف، تكيف تركيبي او تكيف جسدي، وقلنا ان ده عبارة عن تكيف او تغير بيحدث داخل جسم الحيوان. قلنا جسدي يعني جسم، جسد يعني جسم. وقلنا عندنا نوع تاني من التكيف كمان اسمه تكيف سلوكي، وده بيحصل في نتيجة تغير في سلوك الحيوان. طب قلنا ايه اصلا فايدة التكيف؟ فايدة التكيف هي المساعدة على البقاء، يعني انا بكيف نفسي وبحل مشاكلي مع البيئة اللي بتحصل فيها المشاكل، عشان اي مشكلة هتطلع لي في البيئة بتاعتي مش هسيب مكاني وامشي، انا لازم احلها وتكيف معاها عشان حياتي تستمر واحافظ على بقاء الكائنات الحية في مكانها. تمام. عندنا شجرة جديدة اسمها شجرة المنجروف. شجرة المنجروف دي عبارة عن ايه؟ دي شجرة المانجا يا ميس؟ هقولك لا، هي اسمها شبهها شوية بس هي مش مانجا، دي اسمها شجرة المنجروف. طب شكلها ايه؟ تعال اوريك شكلها. ادي شجرة المنجروف. طيب شجرة المنجروف دي تفتكر ان انت شفتها قبل كده؟ لا ما شفتهاش. طب الشجرة دي موجودة في مصر ولا مش موجودة في مصر؟ ما عندناش يا ميس شجرة المنجروف دي، ما سمعناش عنها قبل كده. هقولك لا، دي موجودة عندنا في مصر. عارف فين؟ موجودة في البحر الأحمر، على سواحل البحر الأحمر، موجودة في سفاجة، موجودة في المحميات الطبيعية اللي موجودة في البحر الأحمر. يبقى موجودة في مصر ولا ما عندناش منها؟ عندنا شجرة المنجروف. طيب شجرة المنجروف دي يا ميس بتتميز بإيه؟ جذور شجرة المنجروف دي طويلة. طيب انا عايزه اقول لك قاعده ثابته تمشيها، اي نبات هقول لك ان النبات بتاعي ده جذوره طويله تبقى تفهم تماما ان الجذور دي بتعمل على ايه؟ بتعمل على تثبيت النبات في الارض، هي اللي بتشد النبات دوت وتوقفه كويس جدا في الارض وتثبته، يبقى تساعد الجذور الطويله النباتات على الصمود او الثبات. طيب لو قلت لك نبات في الصحراء جذوره طويلة يبقى تفهم ان النبات ده الجذور الطويلة بتساعده في ايه؟ على الثبات او الصمود امام الرياح، عشان الصحراء بيجي فيها رياح. طب لما اقول لك ان النبات ده موجود في وسط المية زي شجرة المنجروف اللي قدامك دي، يبقى هتقول لي ان الجذور بتاعته هتساعده على الصمود برضو في الرياح عشان هو في الصحراء؟ لا، هتقول لي تساعد الجذور الطويلة النباتات على الصمود او الثبات امام الامواج، مش هتيجي بقى ميه موجه كده من البحر، انت عارف ان البحر دايما بيبقى فيه موج عالي وفي حاجه اسمها مد وجزر. طيب الامواج العاليه دي مش ممكن تاخد النباتات بتاعتي وتجرفها على وش الميه وتمشي بيها؟ اه ممكن. طيب الشجره دي اللي بيميزها انها تثبت في مكانها الجذور الطويله. طب تيجي اقول لك معلومه تغننه كده حلوه عن الشجره دي، فيها برضو طريقة من طرق التكيف. طيب بس مش هنكتبها، احنا هنقولها بس تعرفها. ايه هي الميزة دي؟ قبل ما اقولك الميزة دي، انا كنت قلتلك قبل كده ان في نباتات كتير قوي قوي ما تستحملش العيشة في المياه المالحة، صح؟ تموت من كتر الملح اللي في المية. طيب انا قلتلك دلوقتي ان شجرة المنجروف دي موجودة في البحر الاحمر. طب بحر احمر يبقى ايه؟ يبقى ميه مالحه. طب ازاي الشجره دي مستحمله الميه المالحه مع ان احنا بنقول ان اشجار كتيره بتموت من كتر الملح اللي في الميه؟ الجذور بتاعه الشجره دي فيها ميزه مش موجوده عند حد. ايه هي يا ميس؟ الجذور دي بتقدر لما تيجي تمتص الميه
اللي النبات محتاجها بتقدر تفصل الملح عن المية. مش مية البحر دي عبارة عن مية وداي فيها شوية ملح، الجذور دي بقى بتقدر تفصل الملح عن المية، تمتص المية بس وما تاخدش الملح معاها. بقية النباتات ما بتعرفش تعمل كده، يبقى دي ميزة كمان لشجرة المنجروف تخليها تتكيف مع البيئة بتاعتها. انت مطلوب منك ايه؟ مطلوب منك جذور الشجرة طويلة تساعد النبات على الثبات امام الامواج، تمام؟ طيب تعالى بقى نتكلم عن شجرة تانية. ايه هي؟ زهرة اللوتس او زنبق الماء. الزهرة دي كنا اتكلمنا عنها السنة اللي فاتت في كتاب الاكتشف في الترم الثاني. تعالوا نشوف صورتها، فاكرين شكلها؟ طبعا مش فاكرين حاجة. تعالى نتكلم عن زهرة اللوتس شوية او زنبق الماء. اولا قبل اي حاجة، زهرة اللوتس دي يا ولاد كانت زهرة مقدسة، وكان عند قدماء المصريين وكانوا بيحبوها جدا جدا، وكانت مزروعة على طول ضفاف نهر النيل، تمام؟ طيب زنبق الماء او زهرة اللوتس دي ايه اللي بيميزها؟ تعالى بص معايا هنا كده، شايف الورقة بتاعتها عريضة وواسعة ازاي؟ بص على الورقة دي، عريضة جدا وواسعة ازاي؟ تعالى بص فوق هنا، شايف الورقة بتاعتي عريضة قد ايه وواسعة قد ايه؟ طيب زهرة اللوتس هنا ايه الحاجات التركيبية اللي بتخليها تتكيف مع البيئة؟ انا لسه قايلة لك اهو، الورقة بتاعتها واسعة وكبيرة. طب الورقة بتاعتها واسعة وكبيرة ليه؟ الزهرة دي كأنها بتستخدم الورقة الكبيرة دي إنها عوامة ليها. ليه؟ عشان تطفي بيها على سطح المية. يعني الزهرة دي عشان تبقى طافية فوق وما تغرقش في قلب المية، كأن الورقة الواسعة اللي هي بتبقى محطوطة فوق الورقة دي، الورقة دي بتطفو على سطح المية وزهرة اللوتس بتطلع عليها من فوق، كأن الورقة دي عاملة زي العوامة بالظبط اللي ركباها الزهرة بتاعتي دي عشان ما تغرقش في المية. يبقى تمكن الأوراق الكبيرة الواسعة زهرة اللوتس من الطفو فوق سطح الماء. يبقى الورقة الكبيرة دي هي اللي بتخلي الزهرة بتاعتي دي طافية فوق سطح الماء، كأن الزهرة دي راكبة عوامة والورقة الخضراء بتاعتي دي هي العوامة. طيب ايه فايدة الورقة الخضراء دي كمان؟ فاكرين لما كنا بنقول ان النبات بيقدر يكون الغذاء بتاعه عن طريق عملية البناء الضوئي؟ لو انت مش عارف يعني ايه عملية البناء الضوئي، هقولك دي العملية اللي النبات بيبتدي يكون بيها غذائه بنفسه. هو النبات ده بيجي ياكل ساندوتش زي حضرتك ما بتاكل؟ لا. بيجري في الغابة يدور على اي فريسة او اي حيوان ضعيف ياكله؟ لا. النبات ده ثابت في مكانه، فلازم هيعمل اكله بنفسه. طب هيعمله ازاي؟ هيعمله بعملية البناء الضوئي. طب عملية البناء الضوئي دي النبات فيها بيحتاج لإيه؟ بيحتاج لأربع حاجات. أول حاجة ضوء الشمس، تاني حاجة المية اللي بيسحبها من التربة، تالت حاجة غاز ثاني أكسيد الكربون اللي بياخده من الهواء، رابع حاجة الأملاح المعدنية اللي بيسحبها من التربة. هو دلوقتي النبات هيطبخ الأكل بتاعه، محتاج أربع مقادير: الضوء، المية، الأملاح، ثاني أكسيد الكربون. أنا قلت لك أول واحد في المقادير بتاعتي كان ضوء الشمس. طب ضوء الشمس مين اللي هيجيبه؟ إحنا قلنا إن المية هي الجذور بتاعت النبات هي اللي بتمتصها وتطلعها للنبات. طب ضوء الشمس مين اللي هيمتصه؟ الجذر برضه هو اللي هيمتص ضوء الشمس؟ لا، يجي هنا إيه؟ دور بقى الورقة الخضراء بتاعت النبات. الورقة الخضراء دي هي اللي بتمتص ضوء الشمس عشان تديه للنبات، يبتدي مع المية ومع ثاني أكسيد الكربون والأملاح المعدنية يحط المقادير دي كلها على بعضها عشان يكون الغذاء بتاع النبات. طيب يبقى أنا كده عندي من أهمية الأوراق الخضراء بتاعت النباتات إنها بتمتص ضوء الشمس اللازم لعملية البناء الضوئي. طب كل ما كانت الورقة بتاعت النبات دي كبيرة وعريضة وواسعة، مش كده هتمتص كمية كبيرة جدا من الضوء؟ تعالى شوف كده، لما يبقى معاك ورقة كبيرة قد الورقة اللي قدامك دي، ومعاك ورقة نبات تانية صغننة خالص قد ورقة النعناع مثلا أو ورقة البقدونس،
مين في دول هتمتص كمية ضوء أكبر؟ طبعا ورقة زهرة اللوتس. طب مين في دول هتكون كمية غذاء أكبر للنبات؟ طبعا زهرة اللوتس. يبقى الأوراق الكبيرة الواسعة بتاعة زنبق الماء أو زهرة اللوتس تمكن الأوراق الكبيرة الواسعة زهرة اللوتس من الطفو فوق سطح الماء، وقلنا اللي هي العوامة. طب إيه كمان؟ تمتص أكبر كمية من الضوء. بنعمل إيه بالضوء ده؟ بنعمل بيه عملية البناء الضوئي. نتكلم عن نبات تاني، النخلة. طبعا دي سهلة بقى، كلنا عارفين النخلة. طيب النخلة بتعمل إيه؟ النخلة من التكيفات التركيبية بتاعتها إنها لها جذور كبيرة. النخلة ليها جذور كبيرة، وأنا قلت لك أي نبات قلت لك عليه جذوره كبيرة يبقى هتفهم إن الجذور دي بتعمل إيه؟ إن الجذور تساعد الأشجار على الصمود أو الثبات أمام الرياح العاصفة، تبقى شادة النبات بتاعي في الأرض ومثبتة كويس، مش تيجي شوية رياح تهزه وتروح موقعه في الأرض. تمام؟ انت ممكن وانت لو ماشي في جنينة ولقيت الرياح شديدة قوي تلاقي شوية الزرع والحشائش الصغيرة دي بتطلع من الأرض كده وتتقلع منها وتترمي في الأرض من كتر ما الرياح شديدة. طب النخلة الكبيرة دي ينفع أخليها جذورها ضعيفة تيجي شوية رياح تروح موقعة كل النخلة دي؟ لا طبعا، لازم أثبتها في الأرض كويس، فأحط لها جذور كبيرة تقدر تثبتها. تمام؟ تهيألي النخلة بقى سهلة ما فيهاش حاجة. طب تعالوا نتكلم عن شجرة الصنت، فاكرينها؟ خدناها قبل كده، مش هنتكلم عنها كتير. فاكرين شكلها؟ هنجيب شكلها. ادي شجرة الصنت، كنا قلنا ليها اكتر من حاجة في التكيف بتاعها. هنفتكر منها بس ان شجرة الصنت اوراقها صغيرة. طب شجرة الصنت دي الاوراق بتاعتها ساعدتها على التكيف ازاي؟ انها ايه؟ تعمل كمظلة. احنا قلنا ان شجرة الصنت في الفيديوهات اللي قبل كده، لو مش فاكرين نرجع للفيديوهات القديمة يا اولاد ونراجع الدرس تاني. احنا قلنا ان شجرة الصنت شبه الشمسية، شايفين شجرة الصنت لما بتيجي تكبر يا اولاد بتوصل لمرحلة انها ما بتطولش لفوق تاني زيادة، هي تولد شوية وبعد كده ما بتطولش لفوق كده، لا بتيجي بقى يحصل لها ايه؟ النمو بتاعها يبقى بالعرض، الشمسية بتاعتها بقى تبتدي تكبر تكبر تكبر. فبتعمل أوراق شجرة الصنت كمظلة، مظلة يعني شمسية. طيب بتعمل إيه تاني؟ إحنا قلنا إن الأوراق الخضراء بتمتص أشعة الشمس عشان مين؟ عشان عملية البناء الضوئي. يبقى فايدة الأوراق تعمل كمظلة وتمتص أشعة الشمس. كان في حاجات تانية؟ ارجعوا بقى للفيديو الأولاني وانت هتفتكر بقية التكيفات التركيبية بتاعة شجرة الصنت. نرجع كمان لمين بقى؟ حبيبكم كلكم وموجود دلوقتي في الأسواق بكميات كبيرة جدا وكلكم بتحبوه، اللي هو مين؟ التين الشوكي. طب في حد مش عارف شكل التين الشوكي؟ أكيد كلكم عارفينه أهو، عشان لو حد مش عارف شجرة التين الشوكي دي، شايفين تهيألي أول مرة تشوفوا شكل الثمرة بتاعت التين الشوكي على الشجرة بتاعتها. آدي شكل ثمرة التين الشوكي وآدي الشجرة بتاعته. طيب إيه التكيفات التركيبية اللي أنت شايفها قدامك أو اللي أنت تعرفها عن التين الشوكي من غير ما نفكر؟ أنت لما بتروح تجيب تين شوكي بتاخده من الراجل زي ما هو بقشرته كده؟ لا طبعا ما بتعرفش، ده مليانة شوك. انت بتخلي الراجل هو لابس جوانتي بيبتدي يقشر لك بيبتدي يقشر التين الشوكي وانت بتاخده على الجاهز، انما لو خدته بالمنظر ده ايديك هتتقطع من كتر الشوك ما تستحملوش. طيب الاشواك الكتيرة دي موجودة ليه؟ الاشواك الكتيرة دي موجودة عشان تمنع الحيوانات ان هي تاكل الشجرة بتاعتي. يبقى تحتوي شجرة التين الشوكي على أشواك كثيرة جدا، شايفين هنا شوك والثمر عليها شوك والجذوع عليها شوك، كل حتة هتلاقي فيها شوك. ليه؟ لأنها تمنع الحيوانات من أكلها. كده أنا خلصت آخر حتة النهاردة في حلقة النهاردة، كان جزء صغير خالص مش عايزين نطول عليكم لأن الفيديوهات اللي فاتت كانت طويلة شوية، أتمنى تراجعوها
وتذاكروها كويس، علشان كده احنا خلصنا الجزء الاولاني من محور بتاعنا، هنبتدي بقى ندخل في الشغل الايه التقيل شوية. هناخد الجهاز الهضمي، وهناخد تكيف الاسماك ازاي بتتنفس في المية، فهناخد شغل كتير المرات اللي جاية. نذاكر القديم ونحل عليه في فيديو الاسئلة، تدي نفسك فرصة انك تجاوب قبل ما نقول الاجابة علشان تعرف مستواك، وان شاء الله هتبقوا زي الفل وهتحلوا كويس جدا. واستنوني الفيديو الجاي عشان نذاكر مع بعض الجهاز الهضمي.